بيتعلق مع الفن، بيرسم الفنان لوحات من نوع خاص بيشتغل فيها على بناء تكوين معين بإدخال عناصر مختلفة لمشهد الواقع ليكون الإبداع عبر أعماله. وعرض مدينة المعارض للإبداع السوري مساحته الخاصة. معنا اليوم بصباح نغير الحرفي محمد خياطة من غرفة صناعة حلب بمجال القطع اليدوية ليحكي لنا عن مشاركته بمعرض دمشق الدولي. يسعد صباحك والحمد لله على سلامتك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك أكيد، وصباح كل مين عم يتابعنا، وصباح حلب، حلب الصمود، حلب الانتصار. خلينا نحكي عن مشاركتك بالمعرض. والله أنا بالصدفة البحثة، يعني كنت عم أشتغل، دخلت صبية لعندي قالت لي شغلك كتير حلو ليش ما بتشاري؟ فمشكور رئيس غرفة تجارة حلب السيد مجد دباغ عمل لي مساحة بسيطة وحلوة كتير، قدرت من خلالها أنه أجيب شغلي ومن ضمنها اللوحة هاي. اللوحة تحية من حلب، يمكن الصمود إلى السيد رئيس بشار الأسد، حلو كثير. يمكن اليوم مثل ما قلت المشاركة كثير مهمة، حتى كمان نحكي عن حلب اللي مر عليها، حلب الصمود اللي هي مر عليها كثير من الإرهاب لكن صمدت بفضل أهلها وتضحيات الجيش العربي السوري. تحكي لنا عن مشاركتك غير اللوحات، شو مشارك؟ أنا بشتغل بمجال الصواني اللي هي كمان شكل لوحات، بس عقلي الباطن كان انه وقت اشتغلت اللوحه للسيد الرئيس انه في كلمه براسي على طول، في حدا قائد السفينه هي للامام فبيستاهل. انا اللوحه اخذت معي 6 شهور، بيستاهل 6 سنين، 60 سنه من عمري. فقال شيء، قال له شكرا، ونحن من حلب الصمود ممنونين كثير. الله من خلال المعرض اللي شفته. بس بهي اللوحة مشارك؟ لا مشارك بكتير. احكي لنا عن بس هي التوب، يعني هي كانت التوب. هيدي اللوحة يا زينب كانت غالية على قلبه. أكيد. لأنه كانت نابعة من الصميم. بكل حبة، هي تقريبا فيها 320 ألف حبة ستراس. نعم. مصفوفة بالحبة. بكل حبة فيها أنا بقول له شكرا. قد اشتغلت بمتعة؟ 6 شهور. هي. ما أحس، يعني تمام. كأني واحد، يعني دائما الشيء اللي بيحبه زينب الانسان بيبدع فيه وما بيمل منه. تحكي لنا حتى هي فيها الفخامه مع البساطه. نعم. يعني اذا بتلاحظي انه صوره القلعه والكلمات كثير قليله ومقتضبه، بس بتعبر على انه نحن الماس يعتبر اقصى شيء، نحن تحدينا اقصى الظروف. نعم. مشان نقول له شكرا. اكيد. طب احكي لنا عن غير اللوحات، شو مشارك وكيف كانت ردود افعال مشارك العالم؟ بصواني ضيافه، بشغلات ثانيه حلوه كثير، وهي اهم شيء انه سعرها كثير بسيط. شيء من التراث الحلبي؟ طبعا اغلب رسماتي لها علاقه بحلب. يعني شفتي القلعه هي الرمز الكبير، بس انا اهم شيء ضاف لي المعرض انه سوريا بتتنفس الصعداء، انه طالعه من مرحله الظلام. يعني شفتي نحن عشنا فتره 7 سنين بدون كهرباء بدون مي، فمن خلال هذا الشيء حسنا انه نحرق الطاقه هي ونطالع شيء مثل هي اللوحه او مثل الشغل اللي اشتغلته. اكيد. يعني محمد من خلال مشاركتك بهذا المعرض قديش لقيت اقبال؟ تفاجأت بهذا الاقبال؟ كثير كثير، ولا متوقع. حتى لو مطلع معي بضاعة أنا قد اللي طلعتها مرتين كانت مباعت. يعني كنت بتتمنى أنه أنت تطلع أكثر؟ أكيد أكيد. بس شفتي قلت لك الفترة كانت كتير قصيرة. تمام. أنه حسنت أنا أدخل على المعرض، قلت لك بفضل السيد مجدين دباه. نعم. رئيس غرفة التجارة. نعم. بوجه له تحية أكيد من خلالكم. أكيد. حكيت لنا تحت الهواء أنه الدول العربية كتير حبوا التراث الحلبي. أكيد. والشغل. تحكي لنا عن كمان إقبال العالم، شو أكثر شيء بيحبوا السوريين والدول العربية، شو أكثر شيء لفتهم بمشاركتك؟ الله، أنت مجرد أي شخص بالعالم تقولي له أنه الشغلة هي صناعة يدوية تستوفه، وخاصة من حلب. حلب أكيد. هي بلد الصناعة. أكيد. إلها نكهة مثل صابون الغار، مثل الفستق الحلبي. يعني كل شيء له نكهة. بس قلت لك أنا يعني جاي وكلي مشاعري وعندي أمنية واحدة بس، إنه بيوم من الأيام أحسن أجتمع شخصياً مع الرئيس وأقدم له اللوحة. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله. يعني في ظروف معينة مرت على السوريين، مرت على حلب خصيصاً. نحن بنعرف ما أنا ظروف سهلة أبداً، ولكن هناك صمود، هناك إرادة للسوريين. يعني قديش صمودك، طموحك ما وقف شغلك خلال الأزمة؟ قديش افتتاح معرض دمشق الدولي أعطاك مثل دافع لأنه أنت تشارك فيه رغم الأزمة اللي مرت فيها؟ قلت لك نحن شعب بحب الحياة. نعم. يعني ما معقول واحد جته مغريات كثيرة إنه يهاجر. أنا عندي إمكانية، يعني إذا بفتح بأي دولة عربية بهذا المجال ممكن تشتغل، بس أنا بحب حلب، بحب تراب حلب، بحب سوريا، فما معقول.
يعني ما معقول انا اجي اترك لمجرد والله خايف من قذيفه. انت شفتي من يومين عده ظروف صعبه على المعرض، انا لاحظت انه ثاني يوم كان الحضور اقوى. فهذا نفس النهار كان الحضور، هذا هو هذا هو التحدي. نعم. فما نحن ناس بتخوفنا شغله او كذا، نحن طالعين من جذور هاي الارض، فما نتخلى عنها بسهوله. اكيد مشان مغريات ماديه او شغلات ممكن نحن اكيد بدور عليها اي انسان عادي. طيب هلا خليني اسالك عن شعورك لما فتت مدينة المعارض ومعرض دمشق الدولي، خاصة أنه يمكن مثل ما قلت حلب عانت كثير من إرهاب ونهضت، هلأ بلشت تتعافى وتنهض، هلأ شعرت شعور أنه خلص مع أنه دمشق العاصمة صارت، يعني صار فيها معرض النصر، حلب ممكن يصير فيها معارض، وأيضا عطتك أمل بالحياة؟ كثير أكيد. وأنا مبارح رئيس غرف تجارة العراق طلب مني المشاركة، حتى عرض علي قال لي إذا ما عندك إمكانيات مادية ممكن نحن، الحمد لله الأمور تمام، فما عندي مشكلة أنه أنا أشارك ومرة ومرتين وثلاثة وأوصل الشيء السهل الممتنع بشغلي. الرسالة أي بس ماشي. وقت أنت عم تعقيب لسؤالك أنه وقت شفت المعرض نحن كنا ضمن سفينة ضمن عاصفة، بس أنا عندي ثقة بالربان، فبتتخيلي قربتي من الشاطئ طب شفتي البر، أنت خلص نسيتي العاصفة ونسيتي الكذا، بس ما بتنسي فضل اللي وصلك لبر الأمان هو السيد دكتور بشار الأسد. أكيد. خلينا نحكي شوي عن أعمالك، شو متضمنة أعمالك غير الصناعات؟ وشوفي أنا بالأصل تاجر أول شيء. فوقت إجت الأزمة بتعرفي ما عاد في فستان سهرة وعروس وكذا وكذا، طيب بس كله ضمن نطاق الفن يعني هم بيقولوا بحلب مسبع الكارات. مسبع الكارات يا عيني عليكي. فما معقول أقعد أو أتصل بأخوي المغترب أو أختي المغتربة وقال لها ما عندي شغل، فبديت شوي شوي صينية شوية قماشات زايدة من هون، صار عندي زباين، أسلوبي بالتجارة ساعدني مع الصناعة اليدوية، وسويت حتى أنا ضمن المعرض اشتريت شغلات كوادر للوحاتي من جمهورية إيران، اشتريت شغلات كتير حلوة بتساعدني أنه أطالع اللوحات أحلى. وبوجه لكم تحية أنه فتحتوا لي هاي الفرصة، يعني أنا بشكركم شكر خاص، يعني اهتميتوا بأنه تصوري أنه تكوني مبدعة وما عندك حدا يسلط الضوء على هذا الإبداع، فتكون مشكلة. أكيد. أهلا وسهلا فيك، يعني بدنا نتشكرك. أنا أكثر نتشكر وجودك معنا وبنتمنى لك التوفيق. بتمنى تزورونا كمان مرة وبحلب وتصوروا هنيك، وإن شاء الله الأمور كلها تمام بتكون إن شاء الله. نحن تحيتنا بدنا نحملك إياها لأهلنا بحلب، وبندعي كل الناس كمان اللي بدهم يشوفوا الصناعة اليدوية الحلبية كمان يزوروك. شكرا لوجودك معنا، موفق. كل الله يخليكي، فرصة كثير.